نحن طبعا سوار كنا ماسكين الترس الاول ده، نحن غرابة عن 50 نفر كده. هالنازع جونا حوالي 39 تاتشر، حوالي 300 عسكري عديل يعني قاموا نزلوا فينا اول حاجة دق، وكنت لقونا ثابتين. قاموا اول مرة في بتاع 2 كلاش قاموا ضربوا لنا في الهواء، وكذا رجعنا شويه كده خطوه ورا قاموا وقعوا فينا الدك. الناس اللي معايا بنقول لهم يا جماعه ما تجروا. قاموا طبعا استغلوا الشغله دي، خلوني انا براي طبعا. يلا الناس الدعم السريع طبعا كلهم حوالي 300 عسكري ده كلهم ماسكين كلاشاتهم فوق وبضربوا، يعني غرابه ان 1000 طلقه وحاجه دي فكت في الوضع. هاي عوقوا مننا حوالي 7 نفر كده، وعندهم نفرين كانوا خاشين جوا ولا اسمه هاي ناس الدعم السريع طبعا عوقوا لنا زي 7 نفر. عندهم نفرين وقد عصرنا عليهم قاموا ثاني ضربوا لنا نفرين، وقاموا خارجوا ناسهم وخارجوا فزوا.